بيطلع هرمون اسمه البوليونيك هيومن جونادو تروفين. ماشي؟ الهرمون ده معناه هرمون هيمشي في البلاط. كلمة هرمون يعني يمشي في البلاط. لما ده يمشي في البلاط هيروح هنا على صاحبنا الأوفري اللي فيه واحد كده خدنا منه الأوفر. مين الواحد ده؟ مين الاستراكشر ده اللي رابشر طالع منه؟ اسمه ايه؟ جرافيان فوليك. ما هو جرافيان رابشر خلاص. بعد ما يرابشر يبقى اسمه ايه؟ كوربس ليوتيا. كوربس ليوتيا. اسمه كوربس ليوتيا. مش احنا هنا في حصل بريجننسي يا ولاد؟ الكوربس ليوتيا بقى ده هيموت ولا هيعيش؟ هيعيش. مين اللي بيخليه يعيش؟ هرمون السيرتين. الهيومن كوريونيك جونادو تروفين. هيعيش ليه؟ عشان يطلع لك مين؟ بروجستيرون. البروجستيرون ده هنعبيه في ازايز. البروجستيرون ده بصوا بقى اللخبطه اللي انا عاملها. يمشي 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 يروح على مين؟ على الاندوميتريا. يعمل ايه في الاندوميتريا؟ يخلي الاندوميتريا هايلي فاسكولار ويحصل فيه ثيكننج في الاندوميتريا. ليه هايلي فاسكولار وثيكننج في الاندوميتريا؟ لان الاندوميتريا حل عليه ضيف جديد الا وهو الامبريو بتاعنا. فالاندوميتريا بتاعنا بدل ما يبقى رقيق وخفيف ومفهوش بلاد فيسلز كتيره التروفوبلاست اللي منه يعني شوف كمان هي بتخدم نفسها تطلع الهيومن كولونيك جونادو تروفين اللي يروح للكوربس ليوتيم. الله يخليه احنا عندنا بيبي هناك اهوت عايزين ناكله. طلع لنا بروجستيرون. يوم مطلع لك البروجستيرون هيمشي في البلاد ويروح للاندوميتريا يخلي الاندوميتريا بتاعك هايلي فاسكولار وريتش ان بلاد فيسلز وسكريشن عشان ياكل مين؟ عشان ياكل الامبري بتاعنا. حلو الكلام؟ الاندوميتريوم افتر امبلانتيشن يتحول اسمه الى ديسيتيوم. يتحول الى ايه؟ ديسيتيوم اسمه الغشاء الصلب. هينزل مع الحمل بعد كده، هينزل معاه في التليفون. ايه هي الديسيديوم؟ يبقى ايه هي الديسيديوم دلوقتي؟ الديسيديوم مين؟ يا جماعة مش معقولة كده يا جماعة. مش معقولة كده. ايه هي الديسيديوم؟ ها؟ ما ترد يا يالا. ايه هي الديسيديوم؟ طرقات الصوابع دي صح ولا غلط؟ لا صح. طرقه زي ما انت عايز. طرقه زي ما انت عايز. ايه هي الديسيديوم؟ ميتريوم افتر امبلانتيشن. الله ينور عليك. صح؟ يبقى الاندوميتريوم افتر امبلانتيشن يبقى اسمه ايه؟ ديسيديوم. ما جبتش حاجه جديده يا رجاله. الشكل بتاعه بص عامل زي البيضه كده فعلا اهي شايف
وجواها السيلز دول يعني بيوز ده محوطات ها بيضة جواها الايه السيلز اهي. فهنا هتبقى تو سيل ستيج كل واحده بنسميها بلاستومير حواليها زونا باليوز ده فور سيل ستيج وبعد كده ايت سيل ستيج. الستيج دي هنسميها ايه بقى؟ ايت سيل ستيج او موريو صح؟ بص بقى هنا هنا السيلز دي اتفقنا ان هي الزونا باليوز ده تتشال السيلز تحوط نفسها الاوت تعمل مجموعتين مجموعة من بره هتسميها مين؟ بروفوبلاست ومجموعة من جوه هتسميها مين؟ انر سيلمنت ويتكون هنا كافيتي اسمه بلاستو سيل اسمه بلاستو ايه؟ يبقى الاستراكشر اللي بيتكون من بروفوبلاست من بره وانر سيلمنت من جوه اسمها ايه؟ بلاستو سيست اسمها بلاستو ايه؟ هي دي البلاستو سيست برضه مقصور منها حته ها؟ ده المنظر حلو اهو بلاستو سيست دي البروفوبلاست من جوه دي الانر سيلمنت من جوه ودي هتبقى حصل ايه اللي كله من جوه بروفوبلاست من جوه من نفسه بروفوبلاست من بره انر سيل ماس من جوه وادي الكابيتي بتاعنا اللي هو اسمه ايه بلاستو سيل مش سايل سايل دي الانجليزي الصعيدي ده شايف المنظر اللي فوق ده طبيعي ده حقيقي ها ده حقيقي تاني ده رسم ها رسام رسمه اللي فات انما ده حقيقي في بيتري ديش في ان فيترو فيرتلايزيشن عاملين ان فيترو فيرتلايزيشن ودي فعلا التو سيل ستيج ده الزيجوت بتاعنا ودي البلاستو الزونه عارفين انتوا بقى الاربعه ولا سته ولا ثمانيه ولا دي ماشي دي موريولا حقيقيه دي بقى اللي بتتاخد وتتحقن جوه اليوترس علشان تطلع لك ايه دي فعلا دي بلاستوسيست حقيقيه اهي دي بلاستوسيست حقيقيه ودي بلاستوسيست حقيقيه ادي الانر سيل ماس وادي البلاستوسيل ودي هتبقى عباره عن الايه بلاستوسيل قلنا الامبلانتيشن البنتريشن ودي الستيجز بتاعتنا خلاص بقى يعني دي ملخص المحاضرات اللي احنا قلناها كلها يعني هنا هيبقى ده الاوفري دي الفوليكلز اللي فيها ده جرافيان فوليكل واحد هيرابشر ويتلقى مين كوربس ليبيديم هيمشي هيروح الفالوبيوم تيوب هتجيله السبير هيحصل فيرتلايزيشن تو سيل ستيج فور سيل ستيج وهكذا ماشي الكلام اللي احنا ايه قلناه خلاص يا جبان دلوقتي اخر كلمتين لا استنى استنى انت رايح فين يا اقول لك يا غالب يبقى هنا الاستاذ المحترم الكويس ده حلو اللي لابس تيشيرت جود كونكشن عنده الوايرز كويس ده 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 وايرلس اقعد جنبه يعني ما تدوروش على واي فاي هو واي فاي حلو عنده ثلاث شروط الديسيتيو بتاعتك يبقى هي الاندومتريوم افضل ايه؟ الامبلانتيشن اندومتريوم افتر ايه؟ الامبلانتيشن هنا الوول بتاعت اليوترس بتاعك اللايننج اسمه اندومتريوم الماسل وول نفسها اسمها مايوميتريوم الماسل اسمه ايه؟ مايوميتريوم صح الكلام؟ قولوا اه وانا تقوم انا اللي بقول حد يقول لي غلط؟ لا حد اصلا منكم عارف حاجه؟ لو قلت ريان يا فجل اه هو ريان يا فجل صح الكلام؟ ده اسمه مايوميتريوم وده اسمه اندوميتريوم بس الاندوميتريوم افتر امبلانتيشن هيبقى اسمه ايه؟ ديسيديو الديسيديو هنا هنقسمها الى ثلاث مناطق ثلاث اسامي مش في ديسيديو او في اندوميتريوم اهو محوط الامبريو ايه اللي بيحوط حاجه من بره كده بتبقى اسمها ايه؟ كفر او ايه؟ او ايه؟ كبسوله صح؟ محوط بايه؟ كبسوله فدي اللي محوط الامبريو دي هنسميها ديسيديو ها كابسولاريس ما احنا بندلع بقى الايه؟ الانجلش اسمها ديسيديو ايه؟ كابسولاريس
مش في حته اندوميتريوم اهي ما بين الامبريو وما بين المايوميتريوم دي اسمها ديسيديوال بيزاليس. ديسيديوال ايه؟ بيزاليس. الباقي بقى بتاعت الوول اوف الكافيتي اوف ذا يوترس اسمها ديسيديوال بارايتاليس. ماشي الكلام يا شباب؟ تاني مش هنا الامبريو بقى امبلانتد جوه الاندوميتريوم، بقى في حته اندوميتريوم محوطه الامبريو، وفي حته من الاندوميتريوم ما بين الامبريو وما بين المايوميتريوم، وفي اللي عامل اللايننج اللي بين الكافيتي اوف ذا ايه؟ اوف ذا يوترس. الديسيديو اللي سراوند الامبريو هنسميها ديسيديو كابسولاريس. اللي بينها وما بين المايوميتريوم هنسميها ديسيديو بيزاليس. بقيه الكافيتي ده هيبقى ايه؟ بارايتال. طب افرض ده عمال يكبر، ايه اللي هيحصل؟ يكبر 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 لغايه ما دي هتلمس دي. صح؟ يعني دي لما تكبر كده الامبريو هيكبر، هتبص تلاقي ايه؟ دي كده كبرت كبرت ولمست دي. هيبقى في كافيتي اوف ذا يوترس ولا مفيش؟ ما في خالص. ها؟ ما في كافيتي. انما الوول هو اللي ايه؟ اللي تخن. الوول هو اللي ايه؟ كبر عشان الامبريو بيكبر. الله يكرمكم. وتتجوزوا، طبعا هتموتوا وتتجوزوا. هتموتوا وتتجوزوا. مش تنجحوا، لا، عايزين تتجوزوا، هتتجوزوا على روحكم. الله يكرمكم. دلوقتي انا لما هاجي هرسم رسمه واشتغل هشتغل على المنطقه دي. هشتغل على الايه؟ المنطقه دي. هاخد ده واطلعه بره واشتغل على التروفو بلس والانر سيل ميز. بس يو ماست بوت ان يور مايند في كل كلمه ان انا تحت هنا ديسيديو كابسولاريس وفوق ديسيديو ايه؟ بيزاليس وانا شغال في الوول اوف ذا ايه؟ اوف ذا يوترس. يعني لما اجي اعمل كده واقول لك ان دي التروفو بلاس ودي الانر سيل ماس، التروفو بلاس هتطلع ليا فوق ماشي، وبعد كده التروفو بلاس هتدخل ليا تحتها. طب هنا مين اللي فوقي هنا ومين اللي تحتي هنا؟ هنا مين اسمها ايه؟ ديسيديو ايه؟ ديسيديو بيزاليس. وهنا مين اللي تحتي؟ لان انا قلت لكم دايما في الاعتبار ان انا عندي كده خلاص؟ ان انا هنا فين؟ ده الوول اوف ذا يوترس. ماشي الكلام؟ يبقى اللي تحت دي لازم تفتكر دايما ان دي اسمها ديسيديو كابسولاريس، ولازم هنا دي اسمها ديسيديو ايه؟ كابسولاريس. ودي ايه؟ يخرب بيت كده، دي مين؟ كابسولاريس. ودي مين؟ عشان دي لما هتدخل في دي هيكونوا البلاسينتا. ها؟ حته كده من الامبريو هتخش على البيزيلس تكون لك مين؟ الامبريو. وشكرا. الاسبوع القادم عليكم خير، في شغل لسه. الاسبوع القادم عليكم خير، لسه في شغل، لان انا متاخر مره متاخر، مش راضي اقلبكم. انا ممكن اقلبكم. ها؟ احنا المفروض ندخل النهارده المحاضره في حاجه اسمها فورميشن اوف ذا تريلامينر ستيج. تريلامينر ستيج دي يعني كتير، بس انا ماشي بالراحه، فمش عايز ندالة بقى واستندال وتزوير. ها؟